ايه اخبار بيروت معاك؟ والله كتير منيحه كتير. يعني بتعرفي شو، انا بحب انزل مناطق مش المعروفه لإلك. يعني بحب اطلع روح عصور عصيدة، بحب المناطق النائية. يعني ايه بحب حسيته بده يقول لي المناطق النائية. بس بس ممتاز. لا مش قوي يعني، لا انه بجد. وبعدين انا اصحابي يعني ما بيعلمونيش اللبناني اللي ينفع اتكلم على الهوا فيه. يعني فاهم قصدي؟ يعني فبس عشان انت بتعرف تعاكس باللبناني؟ ولا مش عارف اذا كان ينفع اقول ولا لا، بس هجرب. قول قول قول. حسب شو معلمينه. كل هالجمال قدامك لازم تعاكس باللبناني ضروري. شو الهضامه اللي قاعده حدي هلا؟ انا كتير مبسوط. وبتعرفي شو؟ شو؟ عيونك بيها شيء غريب. يعني من وقت شفتها حسيت حالي مفنجل. يعني ايه مفنجل؟ هيك يعني تبقى حلوه. ايه بس حالي مفنجل وقت شفتك. احنا حتى بنقولها بضوع عيونك. حد قال لك ايه المز ده؟ شوفوا لي المز بقى. معايا مزين النهارده. طبعا انت شوفيه عم ياكل ناي. انت بدك تشوفيه لاحمد عم ياكل ناي. لا لا فراكي وما فراكي ناي. شو؟ لا اصلي انا بحب. ممكن اتكلم مصري؟ ايه طبعا. ارجوكم. انا بحب.